أهلا بكم. بدأ وزير المالية أحمد كوشاك أولى جلسات الاستماع الضريبي مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية. خلال الجلسات أشار الوزير إلى أنه سيتم تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة بالأنظمة الإلكترونية. وأوضح الوزير أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين والفريلانسرز والمهنيين حتى 15 مليون جنيه. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على الدور الذي قامت به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في دعم مشهد ريادة الأعمال في مصر ودخل الاستثمارات في شركات الناشئة بما يمكنها من النمو وتوسعه أعمالها. جاء ذلك خلال لقاء مع الدكتور أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تطوير الشركة التي تعد أول شركة رأس مال مخاطر برأس مال حكومي. أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم أولى تداولات الأسبوع على ارتفاع جماعي بمكاسب سوقية بلغت نحو 21 مليار جنيه ليسجل رأس المال السوقي تريليوني و170 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 58% ليصل إلى 31459 نقطة، كما صعد مؤشر اي جي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 87% ليسجل 7490 نقطة. وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا اي جي اكس 100 بنسبة 87% ليسجل 10669 نقطة. تباين أداء البورصات في منطقة الخليج مع تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة، بينما أنهى المؤشر السعودي سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام. ونزل المؤشر السعودي بنسبة 0.8% في حين لم يشهد المؤشر القطري تغيرا يذكر. وفي بورصة الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 63%، كما تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة هامشية بلغت 1%.